تعالوا مزيد من التفاصيل مع مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك. الافتتاح النهاردة الحقيقة حاجة مبهجة جدا، والصورة الحقيقة بليغة، والافتتاح الرائع ده، فكلمنا عن هذه المدينة والمرحلة الأولى. برحب بحضرتك طبعا، والنهارده فعلا كان يوم رائع جدا، وبتشريف فخامه الرئيس، وببارك يعني لينا كلنا والمصريين على الانجاز اللي حصل النهارده الحمد لله. ويعني يسعدنا قوي امنيه حضرتك انك تزوري المدينه، وتشرفينا ان شاء الله. اكيد نستقبل حضرتك هناك، وده يبقى شرف لينا لو حضرتك تشرفينا ان شاء الله هناك. اكيد ومدينه فعلا تستاهل الزياره، وان حضرتك تيجي تشوفيها بنفسك. هي مغريه بصراحه، الشاطئ الجميل ده وتم تنفيذها على اعلى مستوى، سواء البنيه الاساسيه، سواء المرافق الاسكان، سواء الخدمات، وزي ما حضرتك تفضلتي، والجامعه والمدارس اللي بتبنيها الحكومه. الشكل العمراني اتغير خالص، وده اللي بتبنيه الدوله النهارده، يعني واجهه جديد خالص، العمران مختلف تماما عن اللي كان بيتنفذ قبل كده. أكيد. خلينا نتكلم كمان على إنها يعني مدينة من المدن الذكية الجيل الرابع، فهيبقى المواطن اللي مقيم بقى في هذه المدينة مش زي المدن، يعني قبل كده كان بيتم يبقى في مدن بس ما تبقاش فيها خدمات، فيضطر هذا المواطن إنه يعود تاني للمدينة القديمة أو لأقرب مكان فيه خدمات. لكن دلوقتي الخدمات الحقيقة مقدمة بشكل علمي وشكل رائع وفي سهولة ويسر. حقيقي فعلا، يعني من اول ما بدانا تنميه المكان، والمرحله الاولى اللي بنتكلم عنها اللي هي تتجاوز 2000 فدان تقريبا، وزي ما حضرتك تفضلت هي قريبه من كل المناطق المعموره، فبالتالي هو في شبكه طرق بتربطها وقريبه بتربطها بالاماكن دي، فبالتالي ما بقاش في صعوبه ان المواطن يفكر ينتقل ويعيش في جوده الحياه اللي بالشكل ده اللي في الصور حضرتك بتعرضيها. من اول يوم التفكير في المدن المستدامه، وده على مستوى كل المدن الجديده اللي احنا النهارده بنتكلم في 44 مدينه قائمه فعلا، فيهم عمران قائم وفيهم خدمات بتقدم للمواطن، ودي اضافه جديده منهم النهارده، ولاول مره في محافظه الدقهليه يكون في مدينه المدن الجديده. فعندنا من اول يوم في التخطيط في اسكان لكل شرائح المجتمع، اسكان اجتماعي، متوسط، فوق المتوسط، متميز كمان، ويعني بكل انواعه. 31% من الاسكان ده كان اسكان اجتماعي، وفي المرحله الاولى 58% منه اسكان متوسط فوق المتوسط، والاسكان المتميز 11% والفيلات وخلافه. بالاضافه لكده، وده دايما بيكون التوجيه الرئيسي لفخامه الرئيس، انه دايما انه لما نبني اي مجتمع عمراني نبدا بالخدمات مع المرافق قبل اي حاجه، وقبل اي مواطن ما يستلم وحده سكنيه تكون الخدمات متاحه وتم طرحها بالفعل وتم تنميتها، بحيث ان يبقى في خدمه متاحه للمواطن قبل ما يسكن. وده اللي حصل، وهشوف حضرتك النهارده، شفت النهارده في الافتتاح اسواق تجاريه موجوده، مدرسه موجوده، حضانات موجوده، خدمات حكوميه موجوده، حتى الاماكن الدينيه، الجوامع والكنائس، حتى دور العباده موجوده بالظبط يا فندم. والجامعه اشتغلت بالفعل من سنه واستقبلت الطلاب، وبصراحه كان منظر مفرح. انا زرت المكان اكتر من مره، ولسه الاسبوع ده كنت هناك في الجامعه وشفت، وامبارح واول امبارح كنت شفنا الطلبه، وحاجه طبعا جميله رائعه. شفت أكيد كميه الطلبه الكتير اللي في الجامعه، يعني حاجه جميله جدا رائع. وفي جداً اعتقد الصراحة كمان قطار هيربط ما بين المدينه المنصوره القديمه والجديده، وهيبقى في خلال ربع ساعة يقدر المواطن أو الناس تتحرك بسهولة حقيقي. ويسر، ودي برضو يعني شبكة الـ 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 النقل الحديثة النقل كمان المرنة دي بالظبط بتحقق تنمية سريعة، تنمية رائعة. مهندس عمرو خطاب، الصورة تتحدث الحقيقة، والافتتاح والجولة العظيمة التفقدية اللي قام بها السيد الرئيس هي الحقيقة الصور بليغة، فبشكر حضرتك شكرا جزيلا. مزيد طبعا من التوفيق طبعا. مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان.